مملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. آمين. إلى الرب نطلب إلى الصوم في السلام العلم وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب كان يوسف المغبوط ورئيس كهنتنا جوزيف الموقر والكهنة المكرمين والشمامس الخدام بالمسيح وجميع الإكليروس والشعب إلى الرب نطلب. قرية والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة والدة الإله دائمة البتولية مريم وجميع القديسين والنودع المسيح لله دواتنا وبعضنا بعضا وحياتنا كلها. من أنعم علينا بأن نقيم هذه الصلوات المشتركة المتفقة ووعد بأنه متى اتفق اثنان أو ثلاثة باسمه يمنحهم ما يسألون. أنت الآن تمم لعبيدك سؤلهم بحسب ما يوافقهم واهبا لنا في الدار الحاضر معرفة حقك ومنعما علينا في الآت بالحياة الأبدية، لأنك إله صالح ومحب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الدائرين.
الملك والجلال لبس لبس الرب القدرة وتنطق بها بشفاعة المسكونة فلن تتزعزع بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن والتمتع بخيراتك فإنك أزلت أتعبهما وموتهما على كل محرقة يا عارفا سرائر القلوب وحدك Oh,
تنطقهم وإلى قنس المسكونة كلامهم. السماوات تذيع مجد الله والفلك يخبر أعمال يديه. فصل من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. يا إخوة، مهما يشترع فيه أحد أقول كجاهل، أنا أيضا أشترع فيه. عبرانيونهم فأنا كذلك، فأنا كذلك ذرية إبراهيم، هم أخدام المسيح، هم أتكلم كمن يهدي. إني في ذلك أفضل منه، إني أعرف إنسانا في المسيح أخطوت فإلى السماء الثالثة منذ 14 سنة. أفي الجسد لست أعلم، أما خارج الجسد الله يعلم. إن هذا الإنسان في الجسد أم خارج الجسد قد اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات سرية، لأني أقول الحق لكني أكف لئلا يظن أحد بي فوق ما يراني عليه أو يسمعه مني، ولئلا أستكبر لسمو الإيحاءات أعطيت شوكة في الجسد ملاكا الشيطان ليلطمني لئلا استكبر. ولأجل ذلك طلبت إلى الرب 3 مرات أن تفارقني، فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي تكمل فبكل سرور إذا نفتخر بالحري لأستقر عليه قوة المسيح. Thank you.
ذلك الزمان لما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلا: من تقول الناس إن ابن الإنسان هو؟ فقالوا: قوم يقولون إنه يوحنا المعمدان، وآخرون إنه إيليا، وآخرون إنه إرميا أو واحد من الأنبياء. قال لهم: وأنتم من تقولون إني هو؟ أجاب سمعان بطرس قائلا: أنت المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان ابن يونا، فإنه ليس لحم ولا دم كشف لك هذا، بل أبي الذي في السماوات. وأنا أقول لك: أنت الصخرة، وعلى هذه الصخرة سأبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. وسأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات. حقا والابن والروح القدس الإله الواحد. يا مرحبا، يا مرحبا بكم في هذا المكان الأطهر. نحن سعداء بأن يكون بيننا إخوة أعزاء يأتون إلينا، وليس بغريب أن يكونوا معنا، فهذا هو الأردن. الشكر لسعادة رئيس مجلس النواب الأستاذ عبد المنعم العودات، ممثلاً بنائبه سعادة النائب هيثم زيادين. يا مرحباً بوزير ثقافتنا العلي العايد. هذا الوزير الذي أحببناه وعرفناه في الخارجية. ومرحباً بنبيلنا
الذي عرفناه سفيراً لجلالته أيضاً، وكان يحمل هذا الوطن كما كل الشرفاء. مرحباً بأصحاب السعادة النواب الكرام، ومرحباً كبيراً لأخي وتوأمي سماحة الشيخ الدكتور حمدي مراد. مرحباً بكم جميعاً، وأنتم تأتون لتشتركوا معنا جميعكم في هذا الحفل المتميز، هذا الحفل الديني بل الوطني بامتياز. فها هنا أيها الأخوات والإخوة، ها هنا التاريخ والقداسة، ها هنا أم كنائس الروم الكاثوليك، وها هنا بدايات الأولى، وهنا كان أول أسقف قديس شامي عشق شرق الأردن، فأمضى حياته يتجول بين بقاعه حافظاً للعهد، وما زال في موته يتوسد التراب الأردني هنا. ترابنا هو الحناء، وهو الحنية، وأبناؤه لا تنحني جباههم إلا لله، إما أمام الهيكل أو في المحراب. رغم كل الانحناءات، ها هنا بدأت قصة أبرشيتنا الملكية لتكون الأولى التي تعتز بملكية عقيدتها، بل أيضاً وأيضاً بملكية وطنيتها. وملكية هي في سيرة الذين تحبهم، أساقفتها الأول الذين سطروا لنا هنا صفحات يشدنا الحنين إليهم ونتلفت فنرى أنهم هؤلاء الشرفاء هم الحاضرون حتى في غيابهم، وأحياء في سيرتهم، فيما نحن معشر الورثة نلهث لنكون على قدر عزمهم. ها هنا كانت تنسج المواقف التي قرنت بين القداسة والشجاعة، بين السماوي والوطني. في سبائك رسمها هؤلاء الأباه الذين أسسوا هذا الوطن. وهنا أستذكر صورة بولس سلمان جليس الملك المؤسس وصاحب الكتاب الأول والأوحد 5 أعوام في شرق الأردن، واستمرت المسيرة، فتولى الأبرشية من بعده ربان ماهر بعد هذا الأول هو ميخائيل عساف، وكان عساف بالفعل عسافاً في مواجهة كل عسف وكل ضعف وانكفاء وانعزال. أنا أيها الأحبة، أنا من جيل لم يلتقي ببولس سلمان، فقد توفي عام 1948، لم أجتمع معه وجهاً لوجه، لكني ألتقيه كما كل الذين يحبون الوطن، ألتقيه في عروبته وحبه للأردن. نحن اليوم في حضرة أنوار مشعة، ونقرأ في السيرة
سيرة هؤلاء الأباة، عبد الله الأول وربعه وصحبه، عندما تكون في حضرة أولئك الأفذاذ الذين جسدوا الحكمة والفضيلة والقيم والمثل والمناهج والمواقف، فأنت في حضرة رجال ينطقون بالروح. نحن نحب الوطن، نحن مسيحيون نحب الوطن لأننا مسيحيون مشرقيون في نشأتنا وهوانا، ولأننا أردنيون في ولائنا، ولأننا عروبيون في وعينا، وذلك كله يأخذنا نحو إنسانية شمولية. أيها الأحبة، 90 هي شاهدة من هنا من عمان، حاضرة الحب الأخوي. ها هي عمان في عيدها، عيد الرسولين بطرس وبولس، بطرس ابن بيت صيدا الجليلي وبولس الطرسوسي. اليوم نقرأ في سيرة العظام بطرس هامة الرسل وبولس رسول الأمم. نقرأ في سيرة الرجال الذين مروا على هذه الكنيسة، نقرأ في سيرتهم أنهم حملوا كرامة خلافة الرسل. كما ذكرنا كان أول أسقفين عندنا من الشام، جاء إلى بلاد شرق الأردن قبل عهد تأسيس المملكة، ولأن الأردنيين بطبعهم مضيافون أحب هذان الأسقفان بلادنا الأردنية. لم يكونا أردنيين، لكن ذلك لم يمنعهما من الوفاء لهذا الوطن، فعشقا هذا التراب. أتحدث عنهما لأنهما خدما هذا المذبح في هذه الكاتدرائية، وبتواضعهما اكتسبا حب الهاشميين، أحبهم الهاشميون، واكتسبا حب الأردنيين. لقد أحبهم الأردنيون في 90 والمئوية، 90ونا ومئويتنا، نعلن مآثرهما الطيبة وخدماتهما الجليلة وإخلاصهما للعرش الهاشمي المفدى. ولأنهما هذا مقياسنا، لأنهما بثا روح التآلف بين الطوائف والمذاهب في 90 كنيستنا، أستذكر الآن في هذا الموقف قول الملك المؤسس طيب الله ثراه عند وفاة المطران بولس سلمان صاحب هذه الكاتدرائية، قال عنه: نعم الرجل كان المطران بولس سلمان، شهادة، عاش كريما وقضى فقيرا، كان مثالا للوداعة والنضج والإخلاص في السر والعلن، الإخلاص في السر والعلن، وكان دعامة قوية لنا وللدولة ولمن يرعاهم. هكذا يفوح عطر الأسقف وشذى الراعي، فتأتي الشهادة له من ملك
هاشمي من آل البيت من أكرم بيوتات العرب وقبائلهم، يشهد لهذا الأسقف الذي كما قلت تحتضن الكنيسة رفاته. هذه أصحاب المعالي أصحاب السعادة، هذه أم الكنائس شيدت بجانب كاتدرائية فيلادلفيا عمان القديمة التي يرجع تاريخها إلى القرن السادس، بنيت في عام 1931 كأول كاتدرائية ملكية كاثوليكية في عمان لأبرشية فخورة بالتراب الوطني. نحن ولدنا أردنيين، وبعد أن ولدنا أردنيين اعتمدنا فصرنا مسيحيين، فالمسيحية هي التي قدست أردنيتنا، ومسيحيتنا تعلمنا أن نحب أردننا وأن نكون مخلصين لعرش مليكه ولترابه الوطني، وأن نكون جندا حتى وإن لم نكن نحمل البنادق لكننا حملة كل سلاح طيب من أجل الدفاع عن الوطن. هذه الكاتدرائية، هذه الأبرشية أنشئت بمرسوم بابوي من البابا بيوس الحادي عشر في 2/5/1932، وكان أول أسقف لها المطران سلمان عندما انتخب في 5 حزيران 1932. هذا المطران بولس سلمان لم يهبط على الأبرشية هبوطاً مفاجئاً، جاء من اللامكان. هذا المطران خدم الأردن وعاش مع أهلها وأحبهم، كان متواضعاً وطيباً، اقترب منهم وكان أردنياً كما الأردنيون، ولهذا فهو قد تعب وتحمل في أوقات صعبة مسؤولية الرعاية، بل كان مستحقاً كرامة الأسقفية وكرسي بيترا. وعندما نتحدث أيها الأحباء عن عمان وكاتدرائيتها الأولى وكاتدرائيتها الملكية، نحن نقول بفخر أنها أم كنائس. في كنائس أقدم منها، لكن هذه أول كنيسة كاتدرائية يعترف بها الكرسي الرسولي في الفاتيكان كما ذكرت في 2 أيار 1932. ونقول أن هذه فيلادلفيا هي مدينة الحب الأخوي. هل هناك أجمل من هذا المشهد الذي نراه يجسد إرادة السماء ويجسد أخلاق الأردنيين ومدرسة الهاشميين؟ ولهذا في عام 2003 جاءنا أول وفد رسمي يزور مركز التعايش الديني، ورحبنا بالوفد وفد الكونغرس، وقلت لهم في الصالة المجاورة، قلت لهم من سيرحب بكم في هذه الكنيسة العريقة ليس هذا الخوري بل سماحة الشيخ عز الدين الخطيب التميمي طيب الله ثراه. قلت لهم عارفين مين هذا؟ هذا البابا تبع المسلمين بكم، هو يأتي إلى الكنيسة ليرحب بكم. وكانت رسالة قوية ومؤثرة، وبعد 6 أسابيع جاءت دعوة لهيئة مركز التعايش لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما قلناه دوماً ونقوله الآن من موقع
ومن منصة الوعظ، بمعنى أن هذا جزء من عقيدتنا المسيحية، أن أحبب قريبك كنفسك. فالسماء تعلمنا، ونحن في الكاتدرائية اليوم في تسعينها تعلمنا وتؤكد أن نكون مخلصين للمئوية ومملكة المئوية وصناع المئوية وملوك المئوية ولشعبنا الأردني الذي يلتف حول العرش في المئوية وإلى مئويات قادمة. أيها الأحباء، أؤكد لكم بأننا نحن نتوقف قليلاً عند كنيسة عريقة، فهي أوسع كثيراً من مساحة الأمتار التي تحتلها، لأنها احتلت بكرامتها وبمهابتها وبقداستها وبرسالتها وبخدمتها وبشهادتها وولائها للسماء وللوطن وللملك، احتلت هذه المكانة، فكانت بحق كما أسماها قداسة البابا بيوس الحادي عشر كنيسة كاتدرائية القديسين بطرس وبولس، لتكون أم كنائسنا في الأردن. هذه أم كنائسنا أصحاب المعالي، لكن أبونا هو الوطن، أبونا هو هذا الأردن. اليوم يليق بنا أيها الأحباء أن نصلي من أجل وطننا، ومن قلوبنا نرفع الدعاء إلى السماء أن تحفظ ملك البلاد، ملك الوئام، كاتب رسالة عمان التي دوت سطورها ومعانيها في كل أصقاع العالم، تحمل نموذجاً طيباً نحن كلنا نفخر به ونحرص على أن نحافظ عليه. في كنيستنا الرومية الملكية الكاثوليكية نحن سعداء أن نحتفل اليوم بعيد كاتدرائيتنا، وباسم كل أبناء كنيستنا نشكر من قبل الدعوة وجاء إلينا هنا ليشارك معنا. وبداية اسمحوا لي أن أذكر بالشكر والعرفان جهود ضيفنا صاحب البيت سيادة المطران ياسر العياش النائب البطريركي للروم الملكيين الكاثوليك في المدينة المقدسة القدس الشريف. سيادة المطران، هذا الأردني الشطناوي يمثل امتداداً وارتباطاً أردنياً مع القدس التي عرفت نضالات ومواقف وبسالة وشجاعة وشهادة العديدين من أساقفتنا، فأنا أشكره شكراً جزيلاً على تشريفه وحضوره لكي يشارك معنا في هذه الخدمة. ونذكر أيضاً بالشكر والعرفان كل الكهنة الذين سبقونا في خدمة هذا الصرح الروحي المميز المتميز. في هذا الموقف اسمحوا لي أن أسجل بدعاء، أن أسجل دعاءنا على نية المرحومين الذين ساعدوا وساهموا في وتعبوا من أجل هذه الكنيسة المقدسة. بداية أشكر وأكرم بشكل خاص تلك الجهود الطيبة التي قام بها المرحوم وجيهنا وشيخنا أبو قيس كمال فاخوري نائب رئيس جمعية الروم الكاثوليك الخيرية ورئيس لجنة الحوار والمتابعة، هذه اللجنة التي تعبر عن حب خالص صادق وشفاف لأبرشية الأردن، وولاء ووفاء
لترابها وتراب هذا الوطن. ونحن واثقون بأن إخوتنا أعضاء هذه اللجنة سيواصلون محبتهم لهذه الأبرشية. أشكر وأكرم بشكل خاص روح أختنا السيدة سهير شيوات التي كانت عضواً في الجمعية جمعية الروم الكاثوليك الخيرية. وأشكر وأكرم روح جورج أبو زيد أبو نيقولا الذي كان رئيساً للجمعية وتسلمت الجمعية من بعده. شكر أيضاً للمرحوم وتكريم شكر أيضاً للمرحوم جورج يوسف النجار والمرحومين عادل مزاوي ورمزي مزاوي وجميع الإخوة الذين مروا في هذه الكنيسة. أما الإخوة الله يطول عمارهم الذين يتعبون معنا، أبدأ بأخي المهندس رامي إبراهيم قاقيش الذي ما توانى يوماً عن أن يقدم الدعم لهذه الكنيسة، ولأخينا السيد عيسى عماري، لأخينا الأخ نيقولا أبو زيد، للأخ عصام البخيت، للأخ رجائي خوري ورمزي خوري. لا أنسى اليوم أن أذكر أخواتنا السيدات في هذه الكنيسة اللواتي يعملن ليل نهار من أجل الحفاظ على رونقها ومن أجل الحفاظ على الوصول إلى كل فئات الرعية والمجتمع بمد يد العون والمساعدة وفعل الخير. أشكر اليوم إخوتنا المرنمين الدكتور حسام والفرقة معه فرقة الجوقة، وأشكر معاليك أشكر أخونا أخانا أشكر أخانا الأستاذ أسامة جبور صاحب المغناة الذي غنى للأردن، غنى من قلبه، هو يغني للأردن من قلبه كما يرتل هو والإخوة من قلوبهم من أجل تسبيح الله ومن أجل أن يحفظ الله الأردن. فشكرا لكم جميعا على وجودكم معنا. أنا أريد أن أشكر أخا بس أرفع التلفون بحكي معه بقول لي إحنا الفانوس السحري. بدي أشكر جمعية الكاريتاس الأردنية ممثلة بالأخ وائل سليمان، الله يعطيك العافية وشكرا على مواقفك في دعم مشاريع هذا الجبل وهذه العاصمة وفي الوطن كله. بدي أشكر الكشافة الذين يتعبون معنا ممثلين جميعا بأخينا طارق مسلم وأخينا حسن الور. احنا هون في عندنا علي وحسن خلطة، علي وحسن الور، ولهذا السبب نصافحهم ونشد على أيديهم. والشكر خاص لنور سات. شكرا دكتورة انت دائما حاضرة في كل احداث وفي كل المواقف وفي كل المناسبات. شكرا لك لنور سات، وانت تقدمين رسالة ثقافية، رسالة مسيحية أردنية وطنية وإسلامية، وقاعد بجنب الشيوخ اثنين، هاي أكبر رسالة. وبالتالي نحن سعداء في هذا الوطن، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة. أيها الأخوات والإخوة، كل عام وأنتم بخير. بدي أعايد إخوتي المسلمين بعيد كاتدرائيتهم، كل عام وأنتم جميعا بألف خير، ولتكن نعمة الرب معكم، آمين. حتى إذا كنا مصونين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الآب والابن والروح القدس لنا كل أوان وإلى دار الدائرين. Yeah.
قداسة الحبر العظم البابا فرانسيس طوباوي أبانا وبطريركنا يوسف المغبوط أبانا ورئيس كهنتنا جوزيف الموقر والمصاف الأسقفي وأبناء هذه الرعية المباركة فليذكرهم الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل أوان وإلى دار الدائرين. آمين. جبالا بليلا وولي عهد معظم وجيشه وحكومته وشعبه ويا ستار بك فليذكر الرب الإله في ملكوته سعيدا الآن وكل أوان جميعكم فليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء
وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدار الآتية. لنقف حسناً ونقف بتأيب، فالنصغي لنقدم بسلام القربان المقدس. رحمة سلام تبيحة تسفير. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس فلتكن مع جميعكم. ومع نشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس، كما نشكر لك كل ما نلنا من احساناتك المعروفه والمجهوله الظاهره والخفيه، ونشكر لك ايضا هذه الخدمه التي ارتضيت ان تقبل من ايدينا، مع ان الوف من رؤساء الملائكه وربوات من الملائكه ماثلون لديك، الشروبيم والسرافيم ذوي الاجناس السته والعيون الكثيره، مخلفين وطائرين مرنمين بنشيد الظفار، هاتفين وصارخين وقائلين: قدوسا 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 رب Oh.
اشكر يا رب أولا الحبر الروماني الباب فرانسيس طوباوي أبانا وبطريركنا يوسف المغبوط أبانا ورئيس كهنتنا جوزيف الموقر وأنعم على كنائسك المقدسة أن يكونوا في سلام أصحاء مكرمين معافين مديد الأيام مفصلين بأحكام كلمة حقك. يا رب أبانا ورئيس كهنتنا ياسر الموقر وأنعم على كنائسك المقدسة أن يكون في سلام صحيحا مكرما معافى مديد الأيام فصلا بإحكام كلمة حقك. قدسهم في خدمتهم واحفظ جميع المؤمنين وأعطنا أن نمجد ونسبح بفم واحد وقلب واحد اسمك الجدير بكل كرامة والعظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدائرين. ولتكن مراحم إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم ومع سلام إلى رب نطلب كيري أليسون كيري أليسون كيري أليسون كيري أليسون كيري سيدا نشتر بدل بلدينون ندعك أبا أنت للا السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدائرين آمين. سلام لجميعكم الذي أنت مبارك معه ومع روحك القدوس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الدائرين.
متى أتيت في ملكوتك؟ كل حين الآن وكل أوان وإلى دار الدائرين. آمين. قفوا أيها الذين اشتركوا في أسرار المسيح الإلهية المقدسة الطاهرة الخالدة السماوية المحية الرهيبة، اشكروا الرب شكرا لائقا. والابن والروح القدس لانه كل اوان والى دهر الداهرين. لننطلق بسلام باسم الرب نطلب يا رب يا مبارك مباركك يا رب ومقدس المتوكلين عليك، خلص شعبك وبارك ميراثك، احفظ كمال كنيستك، قدس المحبين أبا بيتك، أن تعوضهم مجدا بقدرتك الإلهية، ولا تؤمنا نحن المتوكلين عليك. أبي السلامة لعالمك ولكنائسك للكهنة لملكنا وللجنود ولسائر شعبك، لأن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلي منحدرة من لدنك يا أبا الأنوار، وإليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الدائرين. يا رب ارحمنا.
بركة الرب ورحمته تأتي أنا عليكم بنعمته ومحبته للبشر كل حين. سيدنا ورئيسا كهنتنا احفظه يا رب لسنين كثيرة يا سيد لسنين كثيرة يا يسوع المسيح لعنا ارحمنا وخلصنا آمين.